السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معاكم اخوكم المكان وفناتكم جيم سنتر. اليوم جاكم حلقة جديدة، جيم بلاي جديد، لعبة جديدة اسمها فاير فول، موجودة على ستيم مجانا. اللعبة هذه اول لعبة MMORPG شوتر مجانية في العالم. فهذه لعبة MMO زي وورلد اوف كرافت، زي امل الشعوب، زي متين، نفس طريقة اللعب. خذ لك شخصية ولفل، سوي مهمات مدري ايش. عالم مفتوح اونلاين، ناس مع بعض وزي كذا، موجودة على ستيم مثل ما قلت لكم. انا اول مرة احملها، اول مرة اجربها، فحبيت اني اشوف وشو معها، لان شفت كثير ناس طايحين فيها بالايام. ما يعني انها مفروض انها حلوة يعني، ما ادري. حرف ام يفتح خريطة، هذه هي الخريطة الغريبة. تاب يوريك، لما تضغط تاب يوريك ايش هذا الخريطة، هذا العالم كله. اوكي، بس انه ما موجود لاني ما اكتشفته. هذا اخر تحت زي ما تشايفين. خلينا نشوف اعدادات قبل كل شيء. اوبشنز، اعدادات الفيديو، طبعا مشغله على الميديم جرافيكس، مشغله على الهاي. اوكي، والاوديو خلينا نخفض الصوت شوي، خفضنا الصوت شوي عشان تسمعونا. مش في بعد نتورك، انترنت عندي كابل ولا في فايبر اوبتيك، انا مو كابل. طيب حلو، انترنت سبيد ادفانس، ايش ذا؟ حتى الانترنت لها جرافيكس بعد، لاحظ قروي ايش جرافيكس قصدي يعني ايش؟ ايش قصده تكشر كويس هاي؟ تكسر ستريمينج كواليتي اذا تبي تسوي بث. اوكي، طبعا يمكن في بعض الناس يقول يا اخي ليش تقول قروي وزي كذا، لاحظت بعض الناس يتحسسون، بعض الناس يتحسس من الكلمة هذه. يا اخي ترى عادي، ترى كلنا، حتى انا قروي، كلنا قراوي، بس احنا لما نقول كلمة قروي احنا قصدنا ايش يعني؟ واحد ما له فهم في الشغلة هذه الفلانية. اوكي، ما قصدنا نهين ولا قصدنا شيء، ترى انا فله هنا والوضع فري. don't take it seriously، لا تاخذها بشكل جد، كيف انجليزي. فهذا واحد من اللعيبه. فهي هو يعني ما قد شفت انا صراحه لعبه شوتر MMO، ما قد شفت. فهذه فاير فول، هذه ما ادري ايش هذه، هي لك حلو. هذا الباتل فريم ستيشن، ظاهر هذا تغير منه تخصص، هذا تخصص تانك يعني ثقيل، تصير دبابة. وهذا تخصص هجومي أزولت، وهذا تخصص ما أدري مش هو، مسعف بايوتك، مسعف، والإنجنيير مهندس، والريكون صيادة. تحسون نفس أغلب ألعاب الشوتر، نفس الفكرة. اوكي، فانا مثلا باخذ الازولت، انا احب الازولت. والله اقول لكم خلينا ناخذ التانك. طبعا التانك الدبابه التخصص الثقيل الدرع له فروع ثانيه، الرينو وحيد القرن والمدفع والماموث، هذه انواع ثانيه، افرع ثانيه من نفس فرع التخصص، بس انها ايش؟ ما هي مفتوحه، الظاهر تفتحها تلف ولا شيء زي كذا. طب كيف تطلق؟ اوه شوف هذه ملابسها كيف. طب ما ادري ايش السالفه الحين، كيو ايش يسوي؟ كيو يغير الاسلحه، الاي ما يسوي شيء كذا تطلق. طيب حلو، غير السلاح. طيب اوه هذا اللي هو يصير ايش؟ كليك يمين، برضه ممكن تغير الاسلحه بالكوره اللي داخل الماوس دي، الويل ماوس ويل. هذا وش ذا؟ هذا قراج، هذا قراج هنا حلو، هذا اسمي، البركات حقتي هنا اللي هي المهارات حقك. ف حلو،
بدك تسوي لها ادت بالبركات. طيب ما ادري ايش السالفة. كاركتر هذا السلاح حقه ممكن تغيره وتحط اشياء زي كذا. هذا مقفل الزر. اوكي باتل فريم كور بين شوب من هنا يعني حلو حركات الجرافكس الاشياء ذي جامدة. فريم وور برنت ممكن مجانية. هذا التلوين هذا مجاني كاتبين فري. سوي زوم للشخصية تشوفها من قريب. هذه بفلوس زي ما شايفين الفلوس العملة حقتهم دي من شوف امها اللي هي اللي تحت يسمونها ريد بينز. الفاصوليا الحمراء. كريدت وكريستالات هذا نوع العملات اللي عندهم الريد بين والكريدت والكريستالات السماوية مدري ايش. في الوان كثير يعني بس حقت الناس اللي عنده فلوس مدري وين يديها. هذا اخضر خلنا اخضر كذا يعني سعودية. الشات تحت زين شايفين الشات الجنرال الشات اللوج الاشياء اللي تسويها او الكلام من السيفر. التيم وسكواد اذا انت كنت داخل فريق. الارمي اذا كنت مسوي جيش. الارمي اللي هو الجلد اذا كنت انت داخل جيش مسمينه هنا ارمي. طيب كيف نطلع من هنا؟ حلو تلوين بلاش. حلو فكرة حلوة. من هنا يعني تهيل ولا ايش؟ من هنا ايش يسوي؟ ما ادري. هذا مش وضع ام هذا. طيب ايش اسوي الحين؟ اضغط ان في ان كاتبين نيو. يو هاف نيو ميل عندي رسالة جديدة. طيب نضغط كليك يمين تطلع رسالة. باربرا فاضية فيور اف في اي بي ممبر ذا تايم سيفر مدري ايش في يقول لك في يعني هدية خذها. هدية عبارة عن في اي بي ممبر شيب عضوية في اي بي لمدة يوم واحد. و جلايدر تشالنج توكن ما ادري ايش السالفة. خذها بس اخذناها شكرا. هد طبعا على اليمين الكوستات زي ما تشوفين الكوستات وتحت الكوست اسم الكوست طبعا اللي هو هذا بطلع الماوس تضغط الت تطلع الماوس زي ما تشوفين هذا اسم الكوست اسم المهمة يعني بالاصفر والمسافة مسافة المهمة وكم بعدها عنك 142 متر يعني هذا اقرب شيء. هذه 8000 هذه بعيدة مرة. فاحنا بنشوف المهمة ذي وش هي طبعا. كيف تشوف المهمة؟ الله العالم. نطلع الماوس وننزل تحت نشوف ايش الازرير ذي. كرنسي اكستشينج هذا تبديل العملات. الو بدك تشتري هذه العملات بدك تبيع. الو الو alright. طيب شي فكرة حلوة ننزل تحت مرة ثانية. هذا مشو المشن ليجر برايفت يو ماست بي هاير ليفل ان اوردر تو بيجن ذيس ابيسود. طيب ما بدينا نلعب هذه الاشياء. هذا مشي كاركتر اوف ريفيو هذه. طيب حلو شخصيتي مهاراتي وخرابيطي. قبل ما نطلع نكتشف العالم احب انا اكتشف كل شيء. هذا الفي اي بي ممبرشيب خلاص اسف قف. هذا ماركت بليس السوق اسلحه برايمري. طيب ما ادري ايش السالفه نتعلم مع الوقت. هذا طبعا رسائل وهذا توقع السوشيال جروب حق الاعضاء الفرند وقائمه الحذف او اللائحه السوداء على قولتهم. اذا في واحد مزعجك تحطه هنا. لوكينج فور سكواد ممكن تدور عن فريق عن طريق انه يكون نشيط او عن طريق انه يكون انسس. اوه في دناجن عجيب. ريدات اخص كامبين وميشن ممكن تسوي مهمات ممكن تسوي تختيم ممكن تسوي ريدات اللي هي تكون يعني بنشوف الحين تكون زي ما تقول ايش كهوف فيها مهمات. فهذا طبعا المركز الرئيسي حقي هذا العالم الرئيسي حقي. الحين بنكتشف العالم. قبل ما نكتشف العالم نكمل الزرير اللي تحت. كريت ارمي ممكن نسوي لك جيش اللي هو الجلد او التحالف داخل اللعبه. واخر شيء الخريطه ولا لا هذه هذه الواي بوينت ممكن تحط لك واي بوينت مكان تاشر عليه وتروح له تحط هنا ولا هنا سكت. اوكي تمام احنا ما نبي نحط اي شيء نبي نستكشف العالم. هذا طبعا لعيبه هذا ما ادري شو امه.
فاحنا نمشي لين المسافه اللي فوق حقت المهمه تقل، كل ما قلت المسافه معناته احنا قرب. موجوده بالخريطه لو تشوفونها، موجوده بالخريطه العلامه اللي تحت الخريطه الدائريه، في علامه صفراء هذه هي قدامنا، تشوفون العلم هذا، هذا الاصفر، هذه هي العلامه اول ما تجيك، يعني قصدي اللي تجيك اول ما تدخل اللعبه. هذا اول درس، اول شيء لازم اسويه. فبنشوف ايش طبيعتها، يعني وش من حلو طاخ طيخ ام ام او، حلو الفكره حلوه يعني. طيب هذه لابسه ملابس ما هي حلوه، ما تنفع، خلينا نعطيها الظهر يعني. شفت يجري بسرعه ومسافه نط، اخ شو يطير، والله بطل. Relay station is just up that rock formation, built into a cave. عجيب والله تحكم جيد. Usually it's staffed by a core technicians, but I can't raise anybody there. You'll have to investigate in person. حلو التحكم الآن لا زال جامد، والبيئة حلوة اللي حولي كلها. مع العلم إن الجرافيكس هذا ميديوم أو هاي. Arrow, how old is that log? 18 minutes, Captain. It coincides with when the Copa Tower lost data connectivity. Acknowledged. 3-5, this is one of our Ares operators, Arrow Santos. Looks like she'll be running ops for us. Captain, I pulled the station's duty roster, but with Sin down, I can't locate our personnel. طبعا وجه البقرة ذي هنا. Interference going on, or... شوف غشتها كذا. What, Arrow? Or they're all dead. أقول شوف غشتها أقول. لا ينزل عينك تحت ولا يمين ولا يسار. شوف شوف. طبعا قبل شيء قصدي It looks like the chosen disabled the SIN relay antenna. We'll have zero intelligence capabilities without it. I just ran a diagnostic on the antenna. It would be simple. اخي هذه فتنة، خلنا نغطيها. هذه وجهي، وجهي احسن وجهي. All right. يعني ما هو فتنة ولا شيء، وجهي جيب الهم بس انه Watch out for those Iranians. Arrow, any signs of life from our people? No survivors. Damn it. The crew didn't have a chance. هذول يعني زي ما تقول الحين افرمهم اشيلهم. دخلوا هذول البقس، احس ام المكان، ولازم اشوف الكهرباء ذي وش سالفتها. لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك. Now just hit that button. روسية ذي. طيب لحظة خلنا نطلع فوق، خلنا نفرم هذول يمكن يعطوك خبرة. وين السلاح الثاني بس؟ ايش كذا رش. والله سلاح بطران ذات. هو يا سلاح بطران يا انه هذول ابو كلب، الوحوش ذي ابو كلب. حلو حلو كفو، انك تحول منظور رجل الاول عن طريق انك تضغط الدائره اللي داخل الماوس. اوكي بس كيف تسويها لو ما كان عندك دائره داخل الماوس؟ اوه حلو، اكس يولع كشاف زي ما شايفين، سي ما ادري وش هذا. ايش سويت انا؟ فعلت الظاهر العضوية عقل هذا. ار يعشق، تي يفتح لك الماركت بليس، واي يفتح لك ال اللي يخليك تفتح القلد. وش ذا سلاح ذا؟ اوه سلاح جديد كفو، اللي هو تضغط رقم 2 صح؟ الزبدة. يفتح لك الانفنتري اللي هي الشنطة، وتحط ايش؟ ممكن تحطه والسوق تبيعه، بس واضح ان الايتم ذا اقوى من اللي عندي. فنضغط بي، بي يعني اشتركت الشخصية حقك، بعدين تضغط اي. لا 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 اجل اصبر، نضغط بي مغير السلاح ذا.
هنا الكلام كيف غير السلاح؟ طبعا هذه النقاط اللي خبره بسلاح طلع لازم اتعلم كيف غير السلاح. تهيل طيب لحظة لحظة انا عرفت في شيء يجي هنا على اليسار صح؟ خليه مبدئيا معانا هذا الحين صار سكندري ويبن ريكواير ليفل 2 ما يمديني استخدم اذا صرت ليفل 2 طيب اوكي انا اسف تمام عرفت الحين الاساسيات انا احب كذا احب اضغط هذا اشوف ايش السالفة هذا الحين لازم اشوف ايش قصة امها نضغط على حرف الاي هذا جيم بلاي عشان نعرف طبيعة اللعبة فكرتها حلوة جديدة وجميلة مجانية يعني لعبة مجانية البقرة هذه ازعجتنا بالقرقرة حقتها كفو لا والله بطال طيب خلنا ايش وش يبغى الحين ذا صرت ليفل 2 على طول بروح استخدم السلاح حقي فنجرب السلاح الجديد Let's just get through this. We haven't seen the Chosen in years. We have no idea what their capabilities are. 3-5, hold on. I'm gonna use the mana rogue one. Oh, careful. Open your loadout screen. Equip your new secondary weapon. Let's get back to the mission. حطيت السكندري ويبن يا اخي خلاص. بدري عليك ايه. Just remember you can change weapons in the field anytime. اجل ايش شايفني وش انا انسان محترف يا اخي. اخلص عن امنا بس. Visibility will be limited in there. Watch your corners. الزبدة هذا وش يبغى الحين؟ إن وش إن؟ Level 2. Congratulations on getting level 2. View reward. كفو. حلو فتح لي جائزة جديدة يعني قصدي شو اسمه ذا مهارة جديدة يوم صرت level 2. قوتي زادت 5 والهيلث حقي زاد 130 امشي بس كيف نروح هناك هذول ناس طبعا هذا وش هذا ما قلت ادب هذا ايش نيو يو يعني تحسن شخصيتك يعني قصدي تغير شكلها هذا يعطيك ذخيره من هنا الظاهر تعبي الذخيره من هنا تهيئ نفسك من هنا تعبي الذخيره مره ثانيه هذا مكان كنا فيه قبل شوي اللعبة جامدة عزيزي مشاهدين مرة رهيبة صراحة وجرافكس رهيب وجامدة وحلوة وجميلة وبطلة وفلة وناسة ومجانية وتحملها من ستيم حجمها 8 جيجا تقريبا جامدة رهيبة والله صراحة عجبتني وحلو فكرة انه ام ام او طاختيخ لان عادة تعودنا احنا نلعب ام ام او كلها سيوف ومدري ايش يعني عهد قديم يعني بس هذه لا هذه جاء فاجأتنا صراحة الحين هذا وش لا تقولي بركب ذي كفو كومبليت كرنت اسايمنت يقول لي ممنوع تدخل هذه يا بقرة راح اسوي المهمة اللي عليك انفستيكيت رود اوف تشوزن ديستريبيوشن ات ذا ماونتن بيس وين ماونتن بيس؟ طيب هناك ماونتن بيس ندخل ماونتن بيس اطلع فوق يا ولد طيب شكله في طاختيخ بيصير هنا خلينا على منظور الرجل الاول والله جامد منظور الرجل الاول رهيب طيب لحظه خلينا نضغط اف ايش يسوي؟ ها
الظاهر اف يحدد لك ايه يحدد لك على الشخصية. هذا اللي يسويه اف يحدد لك على الشخصية. زي ما نشوف هنا رشت امي يعني. طيب وجي وش يسوي؟ اه جي يضرب كذا مثلا. طيب ما جربنا مهارة رقم واحد، تعال. والله جامدة مهارة رقم واحد. طيب و اتش جي كي ال اللي بعد ال ما يجي. طيب خلاص عرفنا عرفنا، خليني اجي اجرب فيه ضربة جي هذا. اوه ضربة جماعية. يا اخي خلاص كم واحد يجي من ورا؟ اهو اقول ايه يا شيخ. طبعا لو تشوفون دمي تحت على اليسار 2600، ما ادري ليش قاعد يزيد. ايش ذا الدم اللي يزيد؟ عشق عشق قاعد عشق. انا اتوقع اني لازم امشي لان ذول شكلهم يرسبنون، ذول ما يجلسون يرسبنون مره ثانيه. طبيعي هذا يلعب له مومو، ما هي هي كذا يلعب له مومو. والله دمي بدا ينقص. اوه شيت. اقول نسيت ان لعبة مومو، انا دخلت الجو احسبها لعبة شوتر. The Chosen are using the Strife Bringers to hack the core. Disable them and we'll stop the Chosen in their tracks. تذبح وتمشي لازم عشان يرسبنهم مرة ثانية. في واحد قاعد يضحك في الشات ما ادري لكن سمعني. وش اسوي الحين؟ لازم اعطل هذا الاشياء. تمام. Chosen viral progress has been slowed, Captain. Copy that. حلو، يعني هذا كوست مهمة كذا. والله رهيب صراحة، والله جامد عزام شديد، انصحكم في اللعبة. مختلفة ما تحس انها مومو. طبعا انا مخفض صوت اللعبة. كابتن فولر، وور كومز اندر اتاك، ا لارج تشوزن اسولت تيم، ذيف اولريدي بريتشد وور كومز بريمتر. وات؟ How do they even know about Warcom? Scramble all units. طيب يلا. يقول اطلع بسرعة، جاوك ناس بيجلدونك بتوطون في بطن. Find her. Already on it, Kenny. Running synthesis now. I'm going to Warcom. 3-5, get yourself rearmed and meet me there. Arrow will be your operator for now. والله الجو رهيب هنا، اقسم بالله بطل. 3-5, see you at the rock. Fuller out. خلنا هيل وخلنا ناخذ ذخيرة. حلو الذخيرة موجودة في كل مكان وهذا حلو. والناس اللي يجرون تعرف هذا مين، هذا وش تخصص، هذا تخصص هيلر عليه فوق هيلر. في طاقة قاعد يصير. Warcom is the Accord's weaponry advanced research and combat methodologies lab. Our best scientists are all there. It's highly classified. The Chosen shouldn't even know it exists. Exist. الروسين يضحكون اذا جو يتكلمون انجليزي. يا حلالنا عندهم. اكزيست. هذه رهيبة ذي، خليني اطير ذي رهيب صح؟ هذا هيل ابى اطير يا اخي. اي والله تخليك تطير بقوة ذي. لا ما تخليك تطير بقوة، انا دلخ. شلون هذه؟ والله نسيت صدق. فعلت ايه فعلت مهارة، فعلت الهدية اللي اعطوني اياها الون داي ممبرشيب
الحين صار عنده يوم واحد هم معطيني اياه عشان يحفزوني العب زياده. يوم واحد في اي بي، لو تشوفوه فوق 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 على اليسار في الزاويه تشوفوه البتاع ابويت في اي بي. الحين طبعا في اي بي تجيك زياده خبرات، زياده فلوس، ربح، مدري ايش الاشياء دي كلها تجيك لما تصير عضو في اي بي. هم يبغوك تحس كيف تصير في كيف الفي اي بي مميزاته، عشان بعدين اذا راح الفي اي بي تروح ترجع تشتري عضو في اي بي وتدفع، فبالتالي ما تصير لعبه مجانيه. طيب حلو نمشي. نحاول نجري ما نمشي. اتوقع كان بدنا يطير من اللي ورا ذيك بس ما عرفت لها، ما ادري ايش صار. موسيقى يجي منها طبعا. الجرافكس ممتاز بس يمكن كارت الشاشه حقي ما تحمل، ما ادري ليش، مع انه اشغل باتل فيلد 4 اطلق من ذي ما اقدر احطها في كرت الشاشه صراحه، بس انه كان شاشه حقي قديم له سنتين تقريبا. ولا جرافكس اللعبه بطران، حتى الحين قدامكم ظاهر انه بطران اتوقع، بس انا قصدي اني مو مشغل على الترا وما جربت اشغله صراحه. انا نجرب نجلد كرت الشاشه شوي. لحظه وش اسوي؟ هذول يحبون اي ام دي هذول. طيب لحظه، سكرين مود، فل سكرين، 60 هرتز، فيتا جي تي اكس، تي اي ديسبلاي. بس مش كان اتوقع ما راح تجي تغييرات الا بعد ما يسكر اللعبه تشغلها. Chosen reinforcements have arrived. Request all available McCord and Ares units converge on Warcom immediately. That Sin signature is close. Let's get there as fast as we can. زي ما شايفين عزام شادين هذا الجيم. ظنكم المفروض اطلع من تحت صح؟ نسعف الرجال والله عليه شكل جامد. وش الهرجة؟ هذا مشروم بك. الحين اقول لك ستوب ذا تشوزن. هذا المفروض ما اطلع معاه الاهبل تصدقون. ما شوف يقول لي ثانكس رات. خلاص شكرا شكرا ضف وجهك خلاص شكرا. ما فهمت انا ولا صح كلامه والله ما ادري. الظاهر انه فعلا قصده ضف وجهك من خبرته في العاب الام او يعني تسلوعنا قبل لين قلنا بس اكلنا مقالب. اوه هذول اقوياء والله. تكنيكس اعزائي المشاهدين، تكنيكس في اللعب رهيبه يعني. الفن فن ذبحني. خلنا نطلع فوق بسرعة. كفو والله ما ادري ليش طلعت المرة ذي بسرعة. والله طاح منه سلاح. اهنيهم صراحة، معنى جديد للالعاب الام ام او. روح الذيب. خلينا نعشك بس استنوني انا اعش.
طيب قربنا من البتاع بتاعي. لحظة لحظة ايوه والله الصوت حقه يخرج اطلع كذا البيت من البيت رايح اجيب صامولي ويلحقني معك كذا اوه والله صوت يخرج خرجني والله اقول تعال خلنا نهيل الحيوان المكان وعدات المكان سباق هو تشيك بوينت هي اروح اخذها واجي نفس المكان كنت فيه هذا يعني ما له داعي غبي بس يلا مو مشكلة مشي 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 لا تدق هذول يعني ناس طيبين اخويا يا زين ليفل واحد هذول كلهم الصياح في الشات ما ادري ليش واحد اسمه ركون 13 شكله سعودي ذا عربي عربي اوف او شيت طبعا جاني اشيفمنت اقول وهذا البوس حقهم الله شكلي بفطس يا ولد الله شكلي بفطس ماني مراشل الخايس حقهم ذا اوه هذا اول بوس اواجهه في اللعبه ذي عزام شديد دمه صار 66 64% اخس اخس حط على نفس الشيلد ما بدك تسوي له شيء اوه لا 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 طيب انا اوريك بس اعشك بس وش ذا رجع دمه لصق والله السلاح الثاني ذا ابو كلب ترى دم كم الحين 40% لا يا شيخ لا لا كانت فيها اشياء وراء امه رجع 60% رجعك 0% الحين اصبر بس
يلا هناك يا شيخ. صرت 3 عزم شديد. وبكذا انا انهي الحلقة. كان معكم اخوكم ركام غناتم جيمز هنتر. ومن لعبة فاير فول المجانية مع تدعيس خشم اول بوس في اللعبة. وصلت 3 طبعا بعد كل هذا الداعس وكل هذا الشغل. فاشكر لكم مشاهدتكم. هذه هي زي ما شايفين كان اللعب فيها ايش ذا الطهير. هذا الجلايد الرهيب ذي. حلو. وش سويت انا؟ لا لا لا.